الغابات إحدى أعظم الموارد على كوكبنا، إلا أن تغير المناخ والتأثيرات البشرية تعرض هذه الغابات إلى تهديدات تزداد حدة يوماً تلو الآخر. لكن بفضل توظيف أحدث التطورات التكنولوجية، تساعد الأدوات الجديدة على التصدي لهذه التحديات. لعل إحدى الجبهات على مستوى الابتكارات الحرجية نجدها هنا في بابوا غينيا الجديدة، التي تعتبر موطناً لثالث أكبر الغابات المطرية في العالم، وموئلاً ل7% من التنوع الأحيائي العالمي. وفي هذا البلد الذي يشكل إحدى جزر المحيط الهادي، تعتبر 97% من ملكية الأراضي ملكية عرفية، ما يعني أن ملكيتها تعود للشعب. توظف الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في بابوا غينيا الجديدة اليوم تكنولوجيات متقدمة. We are in the midst of a forest data revolution, and the Food and Agriculture Organization of the United Nations is at the forefront of this. Here in Papua New Guinea, we are supporting the government and local communities to collect new data to boost their efforts to protect, restore and sustainably used forests. وفي بقاع أخرى، يساعد الاستشعار عن بعد ورصد الغابات في مكافحة الحرائق التي تعد إحدى أكبر التهديدات المتربصة بها، وذلك من خلال وضع نظم للإنذار المبكر والحد من خطر نشوب الحرائق. بيد أن الابتكار لا يقتصر على تغييره لطريقة رصدنا للغابات، فالابتكار يوسع أيضاً آفاق استغلالنا للخشب والمنتجات الحرجية. By 2030, we will have to house an additional 3 billion people. But the construction sector alone is responsible for approximately 37% of energy and process-related greenhouse gas emissions. We do need to try and find a better way to build housing. And this is where mass timber comes into play. It reduces the carbon footprint of buildings and it stores carbon for its lifetime. And this can make wood-based construction almost an extension of our forests. وقائمة التطبيقات الجديدة تطول وتطول على نحو مطرد، بدءاً من التغليف وحتى مستحضرات التجميل. أضف إلى ذلك استخدام أحدث المنتجات القائمة على الخشب في الطب، ومنها استخدامها في صنع الجبائر والتجهيزات الطبية القابلة للتحلل في الطبيعة والمراهم المضادة للبكتيريا. ناهيك عن أنها بدأت ترفع مستوى الاستدامة في صناعة الملابس والأزياء، إذ أن قرابة 60% من كافة المواد التي تدخل في صناعة النسيج اليوم تعتمد على البلاستيك. People really want to know what their clothes are made of and choose better, more responsible options. I think using wood-based materials could be a game changer. I can see so many possibilities that these kind of materials can bring to the fashion industry, and it's super exciting to be part of it. وانطلاقاً من الطرائق الجيدة التي تم توظيفها لرصد غاباتنا وحمايتها، وانتهاءً بالابتكارات التي تفتح الطرق أمام الارتقاء بمستويات الاستدامة، نرى أن للابتكارات الحرجية القدرة على لعب دور في التصدي للتحديات العالمية التي تعصف بكوكبنا.